شخصية مهمة جدا كان بيعملها سعيد صالح ألف حساب، واسمها بالعنوان ده انتشر في مجلة الكواكب يوم 4 أغسطس 87. يمكن ساعتها كان العنوان شكله غريب لأن هند اللي ظهرت على الغلاف كانت طفلة لسه صغيرة، لكن مع الوقت هند كبرت وبقالها مواقف كتير، وكان سعيد صالح فعلا بيعمل لها ألف حساب، مش عشان بيخاف منها لكن عشان كان بيحبها جدا. النهارده احنا معانا هند سعيد صالح في الذكرى 9 لرحيل الرائع صانع البهجة نجمنا الكبير سعيد صالح. هند، سعداء جدا ان انت معانا النهارده. والله أنا يعني أسعد وأسعد بالمقدمة، وفكرتيني بموضوع ألف حساب ده لأنه فعلا كان حقيقي. والله أهلا وسهلا بيك يا هند. هند، أنت الطفلة الوحيدة للفنان سعيد صالح. أيوه. قبل ما نتكلم على هذا العملاق يعني الحاضر الغائب، وحاليا أكتر على التيك توك، تقريبا كل التيك توك بقى سعيد صالح وإفيهاته وكلامه، ربنا يرحمه. اسم هند مين اللي اختاره؟ ماما. ليه؟ لانه كان هي بتحب هند رستم جدا، ده أوكي. السبب الاساسي عشان انت فيك شغل. بس انا لا والنبي بلاش تقولي كده، انا لما انا اجي في ايه هند رستم ايه؟ لا انت ملونه يعني. لا ملونه، ما هند رستم ما كانتش ملونه، بس انت هي بيضة. طب والنبي ما تقولي كده عشان يعني الله يخليك، عشان ما صدقش. لا مش هينفع اصدق اصلا، يعني الاوبشن مش موجود ان انا اصدق. الحاجة التانية أنا مش فاكرة الاسم المسلسل، بس نيلي كانت بتعمل مسلسل السنة اللي اتولدت فيها 79، وكانت اسمها هند. اللي هو ايه اللي غنت فيه؟ كان فيه فراشه لا فراشه مزقططه مزقططه، دي انا جيت وكنت بحب الاغنيه. لا يعني دي كانت في الالوان، لا اعتقد كان مسلسل مش فاكره، بس انا فاكره ماما قالت لي كانت نيلي طالعه في مسلسل اسمها هند. يعني هي حبا في هند اولا رستم، هند رستم جات وحبا نيلي في نيلي بقى نيلي بقى والاسم جات نيلي كملت. وهو وافق على طول؟ لا هو ما كانش لينو يوافق. ايوه هو كان لو جاي ولد سيبيني انا هسميه بسيوني بيومي اي حاجه. هو كان سايب لها الاختيار. لا يعني هو لو ولد قال لها انا هتصرف، لو بنت وهو كان يفضل بنت اللي هي عايز تعمله تعمل. احنا يعني اتكلمنا كتير. لا احنا بس في قبل ما نبتدي كلامنا، اخر حاجه احنا شفناها فيديو معمول بالذكاء الصناعي. هو فيديو صعب جدا، انا اعتقد ان هو مسيء لسعيد صالح، عشان كده انت عملتي بلاغ. عرفتي منين ان انا عملت بلاغ؟ الصحفي اللي يسال عن مصادر. حصل. انا عملت بلاغ فعلا. ايه اللي ضايقك في الفيديو؟ طبعا هو يضايق بصراحه، بس انت يعني احكي لنا شفتيه ازاي وعملتي ايه وكده. والله هو في شقين للفيديو ده. اعتداء على يعني تجسيد سعيد صالح بتقنيه، فاللي بيستخدم التقنيه دي معتمد على انها لسه ما حصل لهاش قانون، فيلا بينا نعمل بقى فيديوهات. على فكره ما اتعملش سعيد صالح بس، اتعمل فنانين كتير. انا بشوف على التيك توك. لا على فيسبوك وعلى انستغرام. هو بيجيب الشخص ويحكي قصته، قال يعني بدوكيومنتد بالظبط. انا مثلا نابليون حصل لي كذا وعمل. لكن انا شفت فيديوهات كتير لشخصيات تاريخيه وفنيه بالظبط. فكره دي بدايه، ابتدوا بقى يخشوا بقى تحتها حركات مش ظريفه. انا ما عنديش مشكله في ان ده يحصل، ان انا مشكلتي في التشويه وسمعه الفنان اللي بتطال والافتراء. ولو فرضت ده، لو فرضت ان اللي اتقال ده حقيقي، انت مش من حقك تقوله. طب انت توقفت عند ايه من الكلام اللي اتقال وزعلت من ايه ولا منه كله؟ لا اولا هو كله يزعل. ثانيا انا لا انا ولا بابا لما كان عايش كنا بنحب حكايه، مش عارفه اقولها ازاي، بس هي الصعبانيات. انا سعيد صالح وعملوا فيا وسووا في ايه ده؟ يعني اديني اماره ان سعيد صالح بتكسره كده. يعني سعيد صالح يوم ما كان عايش كان راسه في السماء على طول، حتى لو بيغلط، وهو لازم يكون بيغلط يعني انه بني ادم، بس كان دايما بابا راسه مرفوع. وانا من بعده وكان معترف باخطائه على فكره، اجمل حاجه بالظبط، وكان متصالح مع اخطائه، ما عندوش اي مشكله في اي تصرف بيعمله حتى لو غلط، وبيعترف انه غلط، ما عندوش، ما حدش ليه عنده حاجه. انا من بعده لا يمكن ولا تلاقي لي بوست واحد بخلي يعني، بس يعني تعالوا تعاطفوا معايا والنبي عشان بابا حصل فيه وحصل فيه. مع ان انت يعني خلونا بقى لو هنتكلم في الموضوع ده، سعيد صالح لم يترك لك شيء، حتى لو ما تركش هو اب ومع بنته. ذلك عمرك ما روحتي خبطتي قلتي انا عايزه اشتغل او انا عايزه اشتغل في الفن؟ لا طبعا لا، انا مش لاقيه شغل. لا ثانيه واحده، انا بعمل ده مع اللي المفروض اطلب منهم ده، يعني انا طيب.
هل يعني فكرة استدعائه بالذكاء الاصطناعي دي ممكن تبقى لطيفة ومفيهاش مشكلة، لكن المشكلة في الكلام اللي اتقال، وخاصة ان هو دخل النجم الكبير عادل امام في القصة وقال ان هو سبب وفاته وسبب سجنه وحاجات كتير كده؟ الاتنين عندي فيهم مشكلة. اولا لو كنت عملت الفيديو بشكل لطيف، لو كنت عملت فيديو سعيد صالح بيعيد على الجمهور، انا كنت هقول لك انت جيت استأذنتني، انت قبل ما تعمل فيديو زي ده لازم تيجي تاخد موافقتي كتابيا. يعني حتى ده ما كنتش هتوافقي؟ ما كنتش هوافق. ده بالنسبة لانه استخدم تقنية ما. اللي جوه بقى كلها اخطاء. حتى لو بتتقال على فوتج لسعيد صالح انا عندي فيها مشكلة. الاسلوب نفسه، انه انا مسكين وانا غلبان وشفته عملوا فيا ايه، والكلام اللي قاله يعني لا في هل جميع. فعلا كان في مشاكل بين سعيد صالح وعادل امام؟ والله ما حصل، والله 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 عمر ما كان في هل مشاكل. عادل امام كان عنده القدره انه يخرج سعيد صالح من السجن وما لا عملهوش؟ طبعا ما فيش واذا كان سعيد صالح نفسه ما طلبش يخرج من السجن، يعني بابا لما دخل قعد في السجن سنه، هم سنه بس، كانوا 3 شهور في الاحتياطي. ايوه، وكان بسبب عمل فني مسرحي. لا 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 كان لا، حتى لو مش بسبب، حتى لو كان بسبب، حتى لو كان قتل، دخل وقعد وعاش الحياة جوه راضي. راديو كان سعيد وكان بيعمل حاجات مختلفة وهو في السجن، وقال بس تجربة مهمة. بس هل انت شايفة ان في حد قاصد يشوه سعيد صالح، لا قصدي يشوه عادل امام، ولا هو بيعمل ترند؟ لا قصدي يشوه عادل امام، اه اصل مش سعيد سعيد صالح، صالح اصل في توفى. النهايه لما بتحصل المهاترات دي والكلام ده على الفيسبوك، فتروح الناس زعلانه من عادل امام، ويا عيني يا سعيد يا صالح يا جميل يا حلو. لا الاتنين حلوين. طب هقول لحضرتك حاجه، لو فرضنا ان بابا خرج يوم الجمعه من السجن، يوم الجمعه، يوم السبت، والله العظيم كان بيمضي الجردل والكنكه. وانت كمان صديقة طيب رامي، انت صديقة رامي جدا مرات وصديقة رامي مراته، بالظبط اكتر. وانت صديقة الأسرة، هل أسرة عادل إمام زعلت من الكلام ده؟ ما أعتقد بنتطرقش عادل والله، إمام ما مش هو مش موضوع ابدا.